بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لم يرق لفرعون نصيحة حزقيل له ولحاشيته بأنهم يتركوا موسى ولا يقتلوه، وضرب بكلامه عرض الحائط. طبعا حزقيل ذلك العبد الصالح الذي هو من آل فرعون الذي يكتم إيمانه. وطبعا في هذه الجلسة اللي نصح فيها حزقيل فرعون والملأ بأنهم ما يقتلوش موسى، ده عبد بيذكرهم بالله فليس هناك داع لقتله. طبعا فرعون لم يعجبه هذا الكلام ولم يرق له هذا الكلام، وضرب بكلامه عرض الحائط. والتفت فرعون إلى الملأ ووجه إليهم كلاما يحاول به أن ينتصر بهم، ينتصر بالملأ يعني، على معارضة ما قاله العبد المؤمن حزقيل الذي يكتم إيمانه. وقال لهم كما بين لنا القرآن الكريم، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فأخبر فرعون قومه بأن رأيه اللي قال لهم عليه واللي أخبرهم به واللي هو وضعه بين إيديهم وهو أنه يقتل موسى، ما قال لهم ذروني أقتل موسى، بيقول لهم الرأي ده أنه هو ما يراه فرعون الرأي الصحيح والصواب، وهو الرأي اللي هو يجب إن هم ياخدوا بيه. ودعم كلامه كلام كمان بأنه هو دائما ما يدلهم، يعني دائما يدلهم ويرشدهم على طريق الصلاح والصواب. قال تعالى، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وبعد ما قال لهم كده فرعون تركهم، يعني ترك الملأ يفكر، وبعدين رجع اجتمع تاني بملأه مرة أخرى من كبراء قومه من الرؤساء والأمراء والحاشية التي في قصره، ومن بينهم أيضا هامان وزير فرعون، وشاورهم
في أمر موسى هنعمل إيه معاه؟ ماذا ما يكون ما هو القرار الذي لابد أن نأخذه بشأن هذا الرجل؟ وأكد ليهم كمان فرعون إنه ده مش رجل عادي، ده رجل خطير عليهم وعلى بلدهم. يعني فرعون لعب لعبة كده استغل بيها حرص المصري بطبعه على أرضه، فدخلهم فرعون أو دخل فرعون لقومه من باب إن موسى جاي ياخد أرضكم ويحتلها ويستولي عليها بقوة السحر. يعني هو إلى الآن لم يعترف إن دي آيات وإن دي معجزات، لا ده سحر هو بيعمله، وهو كمان هيحتل الأرض وياخدها. والمسألة دي حساسة جدا ودقيقة جدا للمصري جدا، أرضه. فلما دخل وقال لهم الكلام ده، طبعا هو بيحاول يشتت التركيز بتاعهم في الآيات والمعجزات، آية العصا وآية اليد التي خرجت بيضاء تشرق، لأنه سيدنا موسى لم يكن أو لم تكن طموحاته طموحات سياسية، ولم يكن من أهداف سيدنا موسى أنه يعني يستولي على البلد ولا أنه يحتل، وأنه يحتلها عليه السلام. هو كان بيبلغ دعوة وعايز يستنقذ بني إسرائيل من إيد فرعون، بس هي دي، ويبلغهم ويذكرهم بالله. لكن فرعون دخل لقوم من مسألة عشان يستملهم، لأنه حس أن المعجزات شديدة. وهم برضو لما أراد فرعون قتل موسى لم يوافق، لم يقبل الملأ بسرعة في على هذا، أو لم يوافقوا على هذا الرأي. لكن بعد كده هم أذعنوا لرأي فرعون. قال لهم فرعون كي يستحسهم أنهم ياخدوا موقف ضد موسى، فقال لهم كما قص علينا القرآن الكريم، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. ضرب القنبلة دي، ده جاي مصريين ياخد أرضكم عشان يستملهم وياخد موافقتهم ويسندوه ويشتتهم في إنهم ما يركزوش في الآيات اللي شافوها، آية العصا وآية اليد، وإنه يعتبر ده سحر ويتصرفوا على هذا الأساس. وبعد ما كان فرعون بيقول نقتل موسى، تنازل عن استبداده برأيه، وسأل هو قومه لما خاف إن هم يؤمنوا بموسى تأثرا بالمعجزات اللي شافوها وبالآيات التي رأوها من موسى عليه السلام، بعد إن هم رأوا المعجزات المذهلة التي أيده الله تعالى بها والتي ساقها على يديه. فسألهم فرعون بمكر خفي وتودد في نفس الوقت، بعد ما كان بيقول نقتل موسى دلوقتي بيقول لهم فماذا تأمرون؟ ما هو خلاص بقى رمى القنبلة، ده جاي يحتل الأرض وياخدها بسحره، وبعد ما قال الكلمتين لهم فماذا تأمرون؟ بعد ما كان يزعم بقى إنه ربهم الأعلى ويستبد برأيه ويقول لهم وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ها هو الآن يطلب الرأي والمشورة من حاشيته. ومش كده وبس، بل يريد منهم أن يأمروه بالصواب. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ وقبل ما تنفض أو ينفض هذا الاجتماع، أخبر أحد حاشية القصر فرعون بأن موسى وهارون رجعوا تاني، عاد مرة ثانية يطلبان مقابلة فرعون، فسمح ليهم فرعون بالدخول. وحين وقف الرسولان الكريمان مرة أخرى عليهما السلام أمام فرعون، دعا موسى فرعون مرة تانية، دعاه عشان هيقيم معاه حوار، وتحاور حوار جديد مع فرعون. وكان ساعتها فرعون بيتصنع ويتظاهر بالتعقل وبالهدوء وبأنه هو عايز يسمحهم، لأن موسى وهارون عليهما السلام كان يخاطبان فرعون برفق ولين ووقار، وقال له إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم.
ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. يعني الرسالة اللي احنا جايين لك بيها، أولا أرسلنا الله إليك إن رسول ربك، يعني معنى الكلام يعني أنت يا فرعون لست برب كما تدعي. الطلب الثاني إنك تحرير بني إسرائيل، كان طبعا فرعون مديهم على دماغهم وما كانش حد منهم بيقدر يتكلم، وكانوا كلهم مزويين في أماكن محددة، وفي فارق ما بين المواطن المصري وما بين ذلك الذي هو من بني إسرائيل، ومعروف ده جدا، ولم يرق للمصري أبدا إنه هو يتعامل بأريحية معهم. الأمر ده معروف أزلا من أيام، شوفوا من زمان الفراعنة. فبالتالي هو عاوز يحررهم، دول المفروض أنه يعني يشكروا هذا الصنيع لموسى ولرب موسى الذي أرسله إلى فرعون. أنا بذكر بهذا الكلام لأن إحنا في رحاب فهم التفسير الموضوعي لقوله تعالى وكذب موسى الوارد في سورة الحج. النهاردة هو سيدنا وإحنا في مشاهد عرض مشاهد قصة نبي الله موسى عليه السلام، في عرض مشاهد الشديدة ما بين موسى وهارون عليه السلام وبين فرعون اللي جاي يحرر بني إسرائيل من يد فرعون. وشوفوا بعد كده هم هيعملوا إيه في سيدنا موسى عليه السلام. فلما راحوا الاثنين لفرعون قالوا له احنا حرر سيب بني إسرائيل، اترك بني إسرائيل، لأنه كان فرعون بيقتل رجال، يعني بيقتل رجالهم ويستحيي نساءهم. فكان الهدف الأساسي من الرسالة هو استنقاذ بني إسرائيل من بطش فرعون. نتذكر هذا المشهد جيدا عشان بعد كده أما سيدنا موسى يذهب لميقات ربه وهم بقى يعبروا البحر قدام في المشاهد لما تأتي قدام في هذه القصة، هتجد أنه بعد كده يرجع لهم بيعبدوا العجل. هؤلاء هم بنو إسرائيل كما يقص علينا القرآن الكريم. وفي هذا الموقف المهيب بيذكر موسى عليه السلام وهارون فرعون برب العالمين، وإن ربنا أرسلهم لكي يرسل معهم بني إسرائيل. وبعدين ختم كلامه سيدنا موسى أو ألقى موسى على مسامع فرعون وملئه بكلمات ومعان نورانية، والسلام على من اتبع الهدى. يعني هو إنه لا يكون السلام ولا يكون الأمان في الدارين، يعني في الدنيا وفي الآخرة، إلا لمن نهج منهج الهدى وصار ومشي على أنواره وقصد من وراء ذلك وجه الله تعالى. يعني الإيمان بالله الواحد الأحد وصحة العمل اللي هو العمل الصالح والإخلاص فيه، ده يقود إلى السلام والأمان في الدارين. وطبعا سيدنا موسى وسيدنا هارون ذهب إلى لقاء فرعون لأن ده أمر الله سبحانه وتعالى إليهما، أنهما يروحوا الفرعون ويخبراه بما أخبرهما الله تعالى به. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان،
والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أون، ومشاهدي القناة الأولى المصرية، ومشاهدي الفضائية المصرية، وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. نذكر كعادتنا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا، بنستقبل عليها الأسئلة الخاصة بحضراتكم، بنجاوب على الأسئلة في اليوم المخصص للرد على الأسئلة. أنا لا أجيب عبر أي صفحات، عشان كل الصفحات اللي بتتواصل مع الناس وباعتبار أن أنا وترد عليهم، أنا يعني براء من كل هذه الصفحات، فقط الصفحة نوع مع التواصل أو نوع من التواصل مع حضراتكم لاستفسارات، اقتراحات، شكاوى، أسئلة، أي شيء بنستقبلها على الصفحة، والرد بيكون من خلال الشاشة. نذكر سريعا بإحنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت للثلاث بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب عنها في ذات الحلقة. ويوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، وبنعرض كمان فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة. ناخد معنا أول سؤال. أستاذة سوريا. أي دكتور. أهلا وسهلا يا أستاذة سوريا. لو سمحت يا دكتور، كنت عايز اسالك سوره، سوره ايه في سوره التوبه، تفسير كلمه فيها. اتفضلي. هي الايه اسمها اولها انما النسيء زياده في الكفر. زياده في الكفر. كنت عايز اعرف كلمه النسيء. حاضر. وكنت عايز اعرف يا دكتور، لو انا اتطهر من الجنابه او الحيض، اتطهر منهم عادي؟ لو اتطهرت عادي فيها حاجه، ولا لو لازم اغسل جنب اليمين وجنب اليمين؟ يعني قصدك انه اسالت الميه تكفي وخلاص، بدون ان انا ابدا بالجنب اليمين، بالشق الايمن ثم الشق الايسر؟ ايوه. حاضر. ولو لابسه حاجه وانا في الجنابه او في الحيض، لازم انها تتطهر بعد ما اتطهر ولا عادي؟ حاضر يا استاذه هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرتك. أهلا بك يا أستاذة هدى. ربنا يجزيكي عنا كل خير، وبدعي لبنتي أشوفها زي حضرتك يا رب. يا رب وأفضل وأحسن، اللهم آمين. آمين يا رب. ربنا يجزيكي خير. بقول لحضرتك، بس مش عايز أطول على حضرتك، إحنا خدنا قرض الضرورة ضرورة عشان نجيب عربية، بس مش رفاهية يعني. إن إحنا كنا بنركب مواصلات كتير وبنسافر كتير، وجوزي قاعد شغل في محافظة، فيعني كنا بنتبهدل في المواصلات. يعني أنتوا عملتوا اللي هو تمويل شراء سيارة؟ لا، مش شراء سيارة، اللي هو قرض شخصي عشان نعرف نشتري العربية، عشان الشراء التمويل شراء السيارة ما كانش هيكفي تقريبا، من حاجة كده يعني. تمام. فاخدنا قرض شخصي واشترينا فعلا منه العربية، ده من سنتين ونص كده. تمام. فالقرض دوت سألنا برضو، احنا كنا خايفين انه يبقى حرام وكده، بس سألنا عشان الضرورة وكده، فربنا يعني يسامحنا. خدنا الكارد وجبنا العربية، وبعد كده كانت الظروف مزنقة بسبب المعيشة، فكنا معانا فيزة مشتريات، فالفيزة ديت اشترينا، كنا معناش فلوس نصرف من حد، فكنا بنصرف من الفيزة ديت نجيب أكل وشرب وكده، ده ضروريات يعني. فالفيزا خلصت وابتدت وبتسددوا في الوقت ولا بيتراكموا عليكم؟ ما بنسددش، كان بيتراكموا علينا لدرجة ان هي خلاص قفلت، وبقوا ياخدوا المرتب بتاعنا هولد بقى، اللي هو قرض مع الفيزا عشان نسددها، فاحنا مش عارفين نسددها، فكل اللي بيقول لنا السبب اللي انتوا فيه ده كله حرام، والقرض بيخش علينا بالخراب والكلام ده كله. لا، هي تصرفاتكم اللي مش موزونة شوية، ما تزعليش يا أستاذة هدى، تصرفاتكم فيها تسرع، فيها استسهال، وفيهاش يعني بصيرة بالواقع بتاعي. أنا هقدر إذا خدت القرض هسدده ولا لأ؟ مش هاخد وخلاص، مش هاخد وخلاص. حاضر، هرد على حضرتك.
يا أستاذة آية. السلام عليكم دكتورة نادية. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا الحمد وسهلا. لله على سلامتك. الله يسلمك ويحفظك يا رب. الله يخليكي. أنا كلمت حضرتك قبل كده بخصوص إني ما كملتش تعليم وكده، وحضرتك شجعتيني إني أكمل، طبعا وحضرتك يعني كنت برد وسلام على قلبي والله. ربنا يحفظك. الله يخليكي. الحمد لله أنا التحقت بكلية أدبية وهبدأ من الأول جديد إن شاء الله لولا يا فضل رب الله يفتح عليا. لك، يا رب يفتح لك، أمين وقل أمين ربي يا رب زدني علما. أمين اللهم يا رب. آمين. تدعي لي بعد إذنك، تدعي حاضر، لوالدتي بالشفاء العاجل. الله أسأل يخليك. الله رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء تاما أمين كاملا أمين لا يا رب. يغادر سقما. اللهم أمين. اللهم وفي آمين أجمعين يا رب. أمين يا رب. تسلمي. في سؤال قوليلي تاني بعد إذنك قوليلي شيخ، آية، بس أنت تسمحي؟ بجد فرحتني بموضوع أنك هتكملي تعليمك، الله لأن يخليك ده والله. يعني مفيش أعلى من العلم، والله مفيش الحمد لله أعلى ولا أهم من العلم، الحمد لله رب هو ده اللي العالمين. يوصل الإنسان للإيمان المستقيم المنضبط المعتدل، وفي نفس الوقت يترقى الإنسان في حياته بالعلم مش بحاجة تانية. فأنا سعدت جدا وأسأل الله رب الله العرش يخليك. العظيم وأسأله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء أنه يعينك وأنك تتمي أمين تعليمك وتاخدي الشهادة ومتكتفيش بيها وتكملي إن شاء الله بإذن الله دراسات عليا بإذن الله. بإذن الله يا لولا رب فضل الله يفتح. علي وحضرتك والله. العفو كله كله من عند الله الحمد لله. قولي يا حبيبي. السؤال التاني، بسم الله، سورة المائدة، أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أكون ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الآية دي بتستوقفني كتير، يعني سبحان الله كيف الله سبحانه وتعالى كلم سيدنا عيسى وقال له إنه يعني بيسأله على اللي حصل، وهو رب العالمين عالم بحالنا وعالم أقرب إلينا من حبل الوريد. نعم. ف يعني دي سأل سيدنا عيسى السؤال. حاضر، تسلم. شكرا شكرا كتير. ست أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتور، عاملة ايه؟ أهلا وسهلا ست أم أحمد. الله يخليك. بقول لحضرتك عندي كام سؤال. قولي يا ستي. حضرتك حماد بنتي راح تعمل عمرة في أول واحد إن شاء الله، فعايزة تعرف ينفع تحني شعرها قبل ما تروح وتعمل وشها وحواجبها وتقص ضوافرها الكلام ده قبل ما تروح، وعايز اعرف من حضرتك ايه المحظورات اللي الواحد ما يعملهاش يعني في العمره وهو رايح، حضرتك تفيدينا يعني. وهي العمره اصلها كام يوم؟ عايزه برضو افهم كده. عايزه تحت وحضرتك تاني معلش سؤال. تاني عايزه كمان محظورات الاحرام. العمره يا راح اول الاحرام واحد ان شاء الله. تمام. وايه كمان السؤال التالت؟ وينفع تعمل وشها وحواجبها قبل ما خلاص تروح ده السؤال، ده السؤال الاول. الاول الاول السؤال الثاني حضرتك كان محظورات الاحرام، عايزين الثالث بقى قولي لي. ماشي حضرتك. انا كنت بنتي عندها دلوقتي 18 سنه، انا كنت حامل فيها وما صمتش ولحد دلوقتي، وجالي مرض السكر، فانا يعني ضعيفه ان انا اصوم وكده، فاعمل ايه عشان اكفر ان انا يعني ما صمتش الشهر دوت؟ بس انا هسالك هسالك سؤال. اتفضلي. انت دلوقتي قادره على الصيام؟ بتقولي ليه مش قادره على الصيام؟ انا بتقولي كنت زوجي محجوزه في الرعايه، والدكتور قال لي لمده 6 شهور ما ينفعش ان انت تصومي. ايوه، بس انا لكن بعد 6 شهور ان شاء الله هتصومي باذن الله. بس مش عارفه بقى، انا على طول يعني سكري مش مظبوط على طول، يعني فلسه يعني ان شاء الله ما رمضان يجي عليا لو كان لي عمر اسال برضو الطبيب بتاعه واشوف التحاليل وكده. لا، وهسال سؤال، انت بتصومي رمضان ولا لا؟ لا، احيانا ببقى تعبانه فيه ما صمتش واقول افطري، واحيانا صمت فيه غصبت على نفسي الشهر السنه اللي فاتت وصمت، قالوا لي لا انت ليكي رخصه انت كده غلط اللي بتعمليه، فانا عايزه افهم من حضرتك يعني اعمل ايه. فمعلش اقول اسال حضرتك سؤال ثاني. ده الرابع بقى. الوضوء، سنه الوضوء، أيوة. ينفع ان انا انوي بيها السنه ان انا اصلي مثلا صلاه الضحى واقول سنه الوضوء مع بعض؟ يعني عايزه تجمعي تشركي الاثنين مع بعض. ينفع مع بعض سنه الوضوء والضحى مع بعض؟ انت بتسالي في كده. اجمع سنه الوضوء مع سنه الفرد مع لا. الضحى، صلاه الضحى ينفع ان انا اجمع الاثنين مع بعض؟ فهمتك. حاضر، بتتكلمي على التشريك في السنه. طيب ايه كمان السؤال الخامس؟ حضرتك عايزه افهم معنى كلمه جزى الله عنا سيدنا محمد ما هو اهله. حاضر،
شكرا. حاضر، بس اكتب قبل ما انسى. طيب هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله ربنا يعني يبارك في الوقت نلحق نجاوب على كل الاسئله باذن الله تعالى. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذه سرية اللي بتسال عن معنى قول الله تعالى انما النسيء زياده في الكفر، هي بتقول ايه معنى النسيء؟ النسيء ده هو معناه التاخير، لانهم ما كانوا في الجاهليه بيقدموا وياخروا الشهور كما يعني على هواهم، يعني كي يفعلوا ما يشاءون، لان في أربعة أشهر حرم، معروفة أنها حرم ممنوع فيها القتال ومعلوم ده، وربنا سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض محدد الأربع أشهر الحرم، فطبعا كانوا بيأخروا ويقدموا في الأشهر عشان يعملوا اللي هم يعني يعيشوا على هواهم، يعني ما بقاش في محظورات عليهم. ولما جه النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه الأشهر، وكذلك أكد الله هذا الأمر في كتابه العزيز في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إلى نهاية الآية الكريمة. ده معنى كلمة النسيء. بالنسبة إنه كيفية التطهر من الجنابة، وهل لابد أو من الحيض لابد البدء بالشق الأيمن الأول بعد كده بالشق الأيسر، الأصل أو الواجب هو تعميم الجسد كله بالمية بعد إزالة ما قد يكون علق بالإنسان من بعض النجاسة الحسية وما دون ذلك، سواء في غسل الحيض أو في غسل الجنابة. اللي بقى يزيد عن كده اللي من بعض السنن، هي من السنن الواردة عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا في غسل الجنابة بنبدأ بالشق الأيمن وبعد ذلك بالشق الأيسر، وبعض السنن الواردة فيها في أثناء هذا الاغتسال، كل دي من باب السنن. أنا لو بس عممت الجسد بالماء تم الاغتسال يا صاحبة السؤال، وما زاد فوق ذلك هو من باب السنن، إن شئتي عملتيها تاخدي ثوابه، ما عملتيهوش فالاغتسال سليم. ملابس الحيض بنغيرها إذا لم يصبها، إذا علق فيها شيء بننظفه، إذا لم يعلق فيها حاجة فهي ما بنغيرهاش ولا حاجة، لم تتنجس، لأن المؤمن نجاسة هنا نجاسة حكمية، يعني مش المؤمن نجس وبقى نجس، لا دي نجاسة حكمية ترتب إنه لما يكون في حيض ما ينفعش إن أنا أصلي ولما أطهر لابد إن أنا أغتسل، كل دي أحكام مترتبة بهذه الحالة. لكن سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إذا أصابت الثياب شيء على طول بنشيل ما أو بنغسل ما أصاب الثوب من مثل هذه الأمور كدم الحيض أو ما شابه ذلك. الست هدى بتتكلم عن القرض، وان هم اقترضوا عشان يجيبوا سيارة، وبعد كده جابوا فيست المشتروات وما التزموش بالسداد، فأصبح هناك تراكم، فالناس بتقول لهم انه ده عشان انتوا خدتوا قرض ودخلتوه على نفسكم يعني وبال الاقتراض. هو المقرر ان القرض الشخصي زي ما احنا دايما بنقول لحضراتكم، القرض الشخصي ممنوع الا عند الضرورة او حاجة، لأن الحاجة بتنزل منزلة الضرورة. ما دامت الحاجة دي كانت متحققة وموجودة وإحنا مش عارفين يعني نعيش وعايزين نزود أو يبقى في دخل عشان نقدر إن إحنا نعيش، فلا إثم على من اضطر إلى فعل ذلك، من اضطر إلى فعل ذلك، لأن الله تعالى علمنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن مش معنى ذلك إنه الإنسان يستهين بمبدأ السداد. ما أنا ممكن نيتي أخد وما رجعش، أو بقى زي ما إن شاء الله ربنا ييسرها وبقاش أنا دارس الموضوع إزاي، نفس القصة يعني مش دارس أنا هسد إزاي، فده استهتار بهذا الدين وبقى أنا كبلت نفسي. وكان ينبغي برضو في السداد لفيزا المشتريات في الوقت المحدد من جهة البنك اللي هما بيدوه المهلة اللي بيدوه عشان ما تقعوش في الممنوع، وده كله من عدم ترتيب الأمور في السداد. وسألوا الله سبحانه وتعالى المعونة وترتيب أمر السداد، وإن ربنا يعينكم على جدولة السداد لهذه الفيزا، ونسأل الله العافية. لكن مش إحنا، المؤمن بيستعمل عقله، المؤمن كيس فطن، مش كده شغال عشوائي بيتصرف عشوائي، لا بيفكر. أنا عندي إمكانية لما هجيب العربية بأخد القرض أسد القرض، عندي إمكانية ولا ما عنديش؟ في نفس الوقت لو خدت تمويل بيها عندي إمكانية أسد ولا ما عنديش؟ ولازم أرتب في أسوأ ظروف أنا ممكن أعمل إيه؟
وفي الظروف المستقرة أنا هعمل كذا، لكن لو في أسوأ الظروف أنا ممكن إيه اللي يحصل معايا عشان ما لا أورد بنفسي ومن معي موارد الهلاك. مسألة أنتم لم تحسنوا التنظيم ولا الترتيب. آية إن شاء الله يا آية نجاوبك على السؤال بتاعك في أقرب حلقة. الست أم أحمد لو في إن شاء الله وقت هجاوبك عليه. بتقول حماد بنتها طلع عمرة عايزة تحن شعرها وعايزة تقص ضوافرها وعايزة تعمل حواجبها، لا مانع من عمل هذه الأمور قبل الإحرام بالعمرة، وإحنا عارفين إن إحنا الاستعداد للعمرة بنعمل الكلام ده. الإنسان بين السنن من المستحبات يتطهر الإنسان ويقلم أظافره، واللي عايزة تحن شعرها كل ده من السنن على فكرة في الاستعداد، بتهيأ للعمرة قبل الإحرام. وبعد كده بقى انت تسألي عن محظورات الإحرام بعد ما لبيك اللهم بعمرة، خلاص بقى ألتزم بالمحظورات، ما أخدش حاجة من الشعر لا من الحاجبين ولا من شعر الجسم ولا من شعر الرأس ولا من ولا الظفر ولا ان انا اتطيب ولا اتعطر، وممنوع الجماع وممنوع قتل الصيد، وبينفرد طبعا الرجال عن النساء بلبس ملابس معينه وهي لبس المخيط اللي هي ملابس الاحرام. يا صاحبه السؤال، السؤال الثالث بتاع الست ام احمد 18 سنه كانت بتقول إنها كانت حامل ولم تصم وهي في مرحلة صحية، يعني أحيانا بتكون كويسة تقدر تصوم وأحيانا أخرى الحالة الصحية بيصعب معها الصيام. اللي يلزم حضرتك عند الاستطاعة القضاء وقت الاستطاعة، لو منعك الطبيب هتنتقلي إلى إنك تطعمي عن هذه الأيام، تفدي عن هذه الأيام يا صاحبة السؤال الست أم أحمد. سؤالك الرابع عن التشريك في السنن، إن حضرتك بتقولي عايزة تصلي سنة الوضوء بنية، هتشركي في النية بتاعتك بين سنة الوضوء وسنة الضحى، أو عايزة أشرك بين أي سنن، لا مانع التشريك في السنن لا مانع من ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. بالنسبة بقى اللي معانا دقائق نجاوب آية ولا خلاص؟ طيب يا آية إن شاء الله بكرة نجاوبك على السؤال بتاعك، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ضارعين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير، نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا،
اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.